زار محافظة الخليل وزير الداخلية لواء زياد هب الريح ووزير الحكم المحلي مجدي صالح، واطلع على آخر المستجدات في المحافظة وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحقها وسبل تعزيز صمود المواطنين. لابد من عمل كل الإجراءات التي من أجلها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. للحقيقة أنا بحمل رسالة لكل المحافظات بناء على توجيهات القيادة السياسية بأهمية إعادة التأكيد على أن تأخذ الأمور إطارها الطبيعي، وأن يتم إعادة تقييم الأمور من خلال القائمين بأعمال المحافظين والمحافظين وكل المكونات الأمنية والمدنية بهدف التعامل بكل الحيوية المطلوبة مع التحديات الداخلية. بكل تأكيد في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بكل المساويات الأمنية والاقتصادية والعدوان الغاشم على قطاع غزة، وكذلك ما يتعرض له أبناء الضفة الغربية والاقتحامات الإسرائيلية من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في هذه المنطقة في منطقة مسافر يطا التي تتعرض إلى أبشع العدوان من قبل والاقتحامات من قبل قطعان المستوطنين في هذه المنطقة. تم التباحث مع كافة أعضاء ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية سواء بلديات أو مجالس قروية وكذلك التجمعات السكانية. هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها اللواء هب الريح لمحافظات الضفة لدعم صمود المواطنين في ظل الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كافة المحافظات. تأتي هذه الزيارات في إطار التواصل الدائم بين الحكومة الفلسطينية وممثلة بمعالي وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي من أجل التواصل وتلمس هموم ومصائب الحياة التي يعاني منها خاصة أهلنا في مسافر يطا وقمع وإجرام المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الإطار يعني كان هناك اجتماع واستماع لهموم المواطنين من أجل يعني خلق حالة من الصمود، وهذا يعني هالمعركة اليوم هي معركة صمود، معركة بقاء. الاحتلال هو يداهم المنازل والبيوت في ساعات الليل وآخر الليل والصباح ويعتدي على المواطنين، وحديثا بات هناك رعاة الأغنام بأغنامهم الذين يقومون بأخذهن إلى مناطق ومراعي المواطنين وطرد أغنام المواطنين القاطنين في تلك المنطقة، وأيضا قيام جيش الاحتلال بوضع الحواجز ومنع وصول المواطنين إلى تلك المناطق. الزيارة شملت عدة مناطق في المحافظة من بينهم منطقة خلة المية في يطا وعدد من المؤسسات في مدينة الخليل، إلى جانب افتتاح مقر لمديرية الداخلية في يطا. تعزيز صمود المواطنين في ظل هذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا كان الهدف الأساسي من هذه الزيارة. مرح عبدين، تلفزيون فلسطين، الخليل.